احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا شيخ حازم؟ الله يسترك، عامل ايه؟ الحمد لله، والله الحمد اتفضلي. لله. لو سمحت، جوزي معاه كلية أصول دين وكده، وحاجة بيت الله 3 نبات، وكان متجوز واحدة قبلي قعدت معاه 3 أشهر وتوفت. هل أنا بقول له طلعني عمرة أو حجة؟ يقول لي لا، أما أطلع اللي توفت الأول. ويعني وخدت حق من أهلي، خدوه وخد ذهبي، خد كل مراسي. طب قال لي هكتب لك والله شقة، ما فيش كتب ما فيش حاجة. بعد كده بنى بيت 4 أدوار، اكتب لي دور زي ما انت حلفت. قال لي دور ايه يا ام دور؟ ومع كل دول دي محبة بيت الله، وبيصليش، ما بيصليش. وكل لا وكل كلامه معايا سب الدين. يا ساتر. وامك وابوك واهلك، غرف داهية تاخدك انت اللي معادك. حاضر ومعايا منه حاضر، بلاش هذه الألفاظ بس عشان شاس. حاضر، 6 عيال. 6 عيال. حاضر، هجاوبك دلوقتي. مش عارفة حضرتك عملت ايه بصراحة، وحياتي كلها نكد في نكد، وانا مش عارفة عايش عشان خاطر العيال، مش عارفة اعمل ايه. هجاوبك. حاضر حاضر يا أم أحمد، حاضر. أم أحمد بتسأل برضه، بتقول يا مولانا متجوزة، جوزها وكان متجوز قبل كده ومعاه كلية أصول دين. أنا عاوز أقول حاجة برضو، الأزهري ينقسم إلى قسمين، أزهري منهجي تربى على العلم وعلى الاحترام وعلى التقدير، وأزهري ورقة. يعني إيه أزهري ورقة؟ بعض من الناس ينتسبون إلى الأزهر الشريف ويأخذون ورقة بأنه قد تخرج من كلية شرعية أو غير ذلك أو غير ذلك، فليس كل من يحمل هذه الورقة يسمى أزهري. الأزهري بحق هو الذي تربى على العلم وعلى الاحترام وعلى التقدير وعلى كلام رب العالمين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعشان بس نخرج من القضية دي، ما نقولش ان هو، انا عارف انت مدرك عاوزة تقول ايه وفي الكلام كلام، لكن هو في هذه الحالة قد ظلمك، والله تبارك وتعالى سيحاسبه على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وحبيبنا قال فيما جاء في الصحيحين أي البخاري ومسلم أن سيد الوجود قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا تزوج امرأتين فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، كما أخرج الإمام أحمد ذلك في مسنده، إلى غير ذلك من الأحاديث والكلام. لو كلمت مش هنبطل الكلام عن هذا الأمر، لكن لابد أن هو يعني يكون لديه يعني سماحة وأن يعدل في بين حضرتك ويطلعك عمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى والهداية.